انطلقت فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من 1000 مشارك. يستمر هذا المعرض حتى 19 من أكتوبر الجاري، ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا البيئة ضمن العمل المناخي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.